الرحمه بينا شويه عشان تساعدني عشان اساعده، لكن تعمل لي مشكله تانية في المور لا مش هقدر. بس احنا بقى انا بقول لحضرتك اهو والطريق اخواننا والله هيتفتح هيتفتح. هو الحلول مش كانت في يوم، احنا بنحلل ايه؟ الحل اللي احنا نفتحه من نفسنا ونقدم السبت واحنا هنجيب لك الناس. بص انا بقول لحضرتك يا عم الناس ما جاتش الداير كله واقف الداير كله وانا واقف يا عم قول لنا كده فين يا سيدي الناس ما جاتش مفيش ولا نقطة افتح الحكاية دي. انا مفيش مية هنعيش ازاي؟ الناس دي هتعيش ازاي؟ انا اسف انا مش واقف معاهم. طب اقول لك مفيش مية خالص. طب اقول لك اللي انت قلته ده اتحكى لي 50 مرة كل واحد بيستهيني كده. بسم الله الرحمن الرحيم. المية من رمضان اللي فات تفتكر تدرك تكرار لي حلو؟ انا لسه جاي ما اعرفش اي حاجة ولا شفت الناس. شكرا شكرا يا باشا. يا اخوانا انتوا كده الرسالة بتاعتكم وصلت والحكومة واقفة معاكم. ايه عايزين تعملوا؟ الفراخ اللي معانا وقفتنا احنا مستفيدين منها ليه انتوا؟ الروح دي مالها؟ انا اخسر ليه؟ الناس مش عايزة تحل يا ابن عمي. يا ابن عمي الحكومة واقفة معاكم. سعادة اللواء قال لك احنا وقفتنا يا عم. احنا بنروح للناس وقفتنا احنا حلت لك المشكلة بتاعتك. ما حلتش ماشي ما حلتش يا ابن عمي. طيب خلاص صورت خدها وروح استحمى كده. ما كده يا عمر.